السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة نطلب من كل المتابعين الكرام أن يتفاعلوا مع فيديوهاتنا حتى ترقى القناة نحو الأفضل. والآن إلى التفاصيل. انتشرت خلال هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي مقاطع فيديو لشاب أمريكي أثناء تواجده بالمحكمة وتلقى حكم السجن. ذلك الشاب الذي يدعى كاميرون هيرين تسبب بمقتل أم وطفلتها قبل سنوات بعد أن دهسهما بسيارته بسرعة 160 كيلومتر في الساعة أثناء سباقه بسيارته مع صديق لها في شوارع مدينة طاميا الأمريكية بولاية فلوريدا. بالتالي جرمته المحكمة بإصدار حكما بالسجن 24 عاما أبريل الماضي. وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هيرين قرر خوض سباق سرعة في 2018 بسيارته من نوع فورد موستانج مع صديق لها عند وقوفهما على إشارة حمراء وهما في طريقهما للذهاب إلى صالة التمرين. وخلال السباق واجهت السيارتين امرأة وهي تعبر الشارع بعربة أطفال داخلها طفلتها الرضيعة ليدهسهما هيرين رغم محاولته الابتعاد عن الطريق. وعلى غير العادة فلا أحد يقع في غرام المجرم ومرتكب جريمة مثل القتل، لكن نال الشاب أغلبية التعليقات على وسامته بعيدا عن الجريمة التي ارتكبها. وأضيف إلى فيديوهات الحكم على الشاب أغاني رومانسية حزينة، وانهالت التعليقات المتعاطفة مع الشاب الأمريكي حتى أصبح اسم هيرين منتشرا بكثافة على موقع تويتر. في المقابل نشر آخرون صورة للأم وطفلتها الصغيرة اللتان راحتا ضحية قيادة الشاب للسيارة، دافعين الفتيات لتأمل صورة الضحايا قبل التعاطف مع الشاب الوسيم. وكتب أحدهم: لماذا أنتم متعاطفين مع الشاب الوسيم؟ القضاء ما في رحمة، الأم توفيت والطفلة حالتها حرجة وهم كانوا يتسابقون بسرعة جنونية على طريق المشاة. تستعد الفنانة الصاعدة شيماء جاحظ لتحضير أغنيتها الجديدة رفقة الموزع بلال أفريكانو بمدينة طنجة، وجاء ذلك بعد نشرها لفيديوهات عبر ستوري حسابها بالإنستغرام وهي داخل الاستوديو. يبدو أن الفنانة الجميلة والرائعة تسابق الزمن لطرح هذا العمل الذي يأتي بعد النجاح الكبير التي عرفته أغانيها السابقة، حيث تطمح دائما للتجديد في أغانيها كما تتمنى أن تكون عند حسن ظن جمهورها الذي ينتظر الجديد بأحر من الجمر. وجهت الفنانة المغربية نجاة الرجوي يومه الجمعة 2 يوليو 2021 عبر ستوري حسابها على الإنستغرام رسالة لزوجة طليقها السابقة وأبو ابنها آدم. ونشرت نجاة عبر ستوري صورة لزوجة طليقها مع ابنها آدم وشقيقها وأرفقتها بهذه التدوينة: لم أعتبرك في يوم من الأيام زوجة أب غالي، ولم أحس بهذا الإحساس أبدا لطيبة قلبك ومعاملتك الجميلة معها، فأنت صديقته المغربية التي لا يمكن أن يمر يوم دون أن يتصل بها، وأنت كاتمة أسرارها. وتابعت: ومن خلال معرفتي بك أصبحت مثل ابني، أعتبرك صديقتي وأختي الغالية، شكرا على كل شيء، والله يخلي لك نزار الحبيبة ويحفظهم لنا يا رب. من جهة أخرى لا زال الغموض يحوم حول حقيقة انفصال نجاة رجوي عن زوجها نبيل عبيد، حيث أصبحت هذه الفنانة لا تظهر مع زوجها ولا تتكلم عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار الشكوك حول طلاقها للمرة الثانية. كشف محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد غياب طويل عن الأنظار.
وأوضح اليوبي في تصريح لصحيفة مدار 21 أن الفيروس تسلل إلى جسده في غفلة منه رغم التزامه بكافة التدابير الوقائية اللازمة الذي دعا إليها المغاربة في نشراته التواصلية خلال السنة المنصرمة. وأضاف اليوبي أنه وكأي مصاب بالفيروس ملتزم حاليا بالإجراءات الموصى بها من طرف السلطات الصحية والبروتوكول العلاجي المعتمد في المملكة عن طريق عزل نفسه وتناول الأدوية الضرورية. وتجدر الإشارة إلى أن محمد اليوبي اعتبر نجما خلال فترة بداية الجائحة لكونه رجل تواصل بامتياز حيث قام بتقريب الإجراءات من المواطنين قبل أن يغيب عن الأنظار. أعلن النجم بوليود عامر خان السبت انفصاله عن زوجته المخرجة كيران راو وذلك بعد زواج استمر ل15 عاما. وأصدر الزوجان المشهوران بيانا قال فيه إنهما اتفقا على الانفصال لكنهما سيربيان ابنهما سويا وسيستمران في العمل على مشاريع مشتركة. وأضاف خان وراو في هذه السنوات 15 الجميلة التي أمضيناها معا تشاركنا حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك ونمت علاقتنا في الثقة والاحترام والحب لكن نود الآن أن نبدأ فصلا جديدا في حياتنا لم نعد زوجا وزوجة ولكن والدان وعائلة لبعضنا البعض. ووفقا لوكالة فرانس بريس فإن خان وراو التقيا أثناء تصوير فيلم في العام 2001 كانت فيه راو مساعدة للمخرج وتزوج في كانون الأول أي ديسمبر 2005. قالت الموديل التركية دي دام سويدان أن عائلتها تطلب منها الإنجاب من حبيبها بوراك دينيز دون زواجه وأضافت أن عائلتها قد فقدوا الأمل بزواجها واستقرارها وتأسيس عائلة وقالوا لها أنك لن تتزوجي لكن ليكن لديك أطفال وقلت كيف سيكون بدون أبوين قالوا سنرى كيف كبرت وتابعت كانت هناك أوقات شككت فيها في ميول الجنسية ليس لدي أي أسرار حول هذا الموضوع ولا يهمني الأمر هناك فجوات بين ما تتعلمه وما نتعلمها حتى الآن وقالت كانت علاقاتي دائما مع الأشخاص من جنسين مختلفين لكن على سبيل المثال عندما كنت في نيويورك طاردتني فتاة مثل الصبي لم يجذبني أي شيء عنها عاطفيا أو جنسيا. وأثار حديثها جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قولها أن عائلتها تقنعها بإنجاب طفل خارج إطار الزواج. بهذا الخبر نأتي لنهاية هذا الموجز شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.